انتشرت شائعة كثيرة حول آخر الأخبار التي تنص على طلاق الأميرة هيا من زوجها الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي وهروبها من دولة الإمارات العربية المتحدة. وهناك الكثير من الأقاويل عن السبب ومكان هروبها، ولكن الخبر الأكثر انتشارا هو عن صحيفة الديلي ميل أن الحارس الشخصي البريطاني والذي يعتبر الصديق المقرب للأميرة هيا وفي وسط معركة الطلاق بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي والأميرة هيا. الحارس الشخصي روس الفلاورز صاحب 36 عاما وهو جندي سابق والمنفصل عن زوجته منذ سنة، أدخل في قضية طلاق حاكم دبي والأميرة هيا التي تبلغ من العمر 45 عاما، أي فارق 9 أعوام عن الحارس الشخصي روسيل، على أنه أحد أسباب الطلاق، حيث كان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد قلقا من العلاقة المقربة بين الأميرة هيا والحارس الشخصي روسيل فلاورز، ولاحظ أن هناك اتصالات غير عادية بين الأميرة هيا والحارس الشخصي الخاص بها، غير أن الأميرة هيا قامت بتقديم هدايا قيمة وثمينة للحارس الشخصي روسيل فلاورز، حيث قدمت له بندقية صيد بقيمة 50,000 جنيه استرليني لأنه كان دائما برفقتها في الرحلات حول العالم، وسيارة رينج روفر وبدلات من سافيل رو وساعة يد. يقال أن الحارس الشخصي روسيل فلاورز أصبح قريبا من الملكية من خلال خدمته في منصبه لخمس سنوات وعمله كضابط حماية للأميرة هيا ومرافقتها في كل رحلة حول العالم. فبعد قيام الشيخ محمد بن راشد بزيارة مفاجئة إلى منزله في لندن رآهما هناك، وعندها تأكد من أن شكه في محله. ولم يدل الشيخ محمد بن راشد البالغ من العمر 69 عاما بأي تعليق رسمي، ولكنه نشر قصيدة يعتقد كثيرون أنها موجهة لزوجته وتتحدث عن الخيانة.